هذا وتصدر وسم قابوس في ذمة الله مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر الآلاف من مرتادي موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن تعازيهم ومواساتهم بوفاة السلطان قابوس بن سعيد، ونشروا مئات الصور والمقاطع الفيلمية لمحطاته المضيئة. نحن نؤمن بأن الموت، الحياة والموت هي بيد الله سبحانه وتعالى. الذي يتوفاه الله ذلك أمر الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا جميعا العفو والعافية. قابوس في ذمة الله، واسم تصدر قائمة الأكثر انتشارا والأكثر تداولا في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بتغريدات عكست مشاعر الحزن وجليل الأسى، ممزوجة بالرضا التام بقضاء الله وقدره لوفاة سلطان عمان قابوس بن سعيد بن تيمور عن عمر ناهز 79 عاما بعد نهضة شامخة أرساها خلال 50 عاما. وغرد عدد كبير من مرتادي موقع التواصل الاجتماعي تويتر من دول خليجية وعربية، مستذكرين مناقب ومسيرة السلطان الراحل رحمه الله، وداعين المولى عز وجل أن يجزي جلالته خير الجزاء، ويتغمد روحه الجنة، وأن يسكنه فسيح جناته، فيما شارك آخرون بنشر آلاف الصور والمقاطع الفيلمية التي توثق إنجازات باني نهضة عمان.